وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من أبو ظبي السيد صلاح الجنيبي، مختص في العلاقات الدولية وشؤون مجلس التعاون. أستاذ صلاح، نرحب بك في نشرة الأخبار. إذن تعاون إقليمي ودولي وثيق بين البحرين وشقيقتها الإمارات تجاه أبرز الملفات، كيف تصف هذا التعاون؟ نعم، تحياتي لكم وللمشاهدين، أحييكم من العاصمة أبو ظبي. وأود يعني أن ألفت النظر إلى أن زيارات القمم بين قمتين يعني خليجيتين هي تأتي في سياق التشاور ويعني تباين وجهات النظر حول الملفات الإقليمية والدولية. كما عهدنا دائما أن هذه الزيارات المتبادلة والتي تستمر تقريبا بين فترات قصيرة، الملاحظ في هذا الأمر أن دول المنطقة لما لها من ثقل سياسي وثقل اقتصادي، حقيقة وثقت دول العالم بأن الحلول تنتج من هذه المنطقة نظرا لخبراتها. دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين الشقيق جربت في العديد من الملفات الشائكة ولعبت دور الوساطة إما بالشكل المباشر أو بالشكل الغير مباشر. نجد اليوم تحديات تواجه دول الخليج من الداخل، كما هو الملف اليمني اليمني، والذي طبعا شهدنا القمة التي عقدت في الرياض ولله الحمد يعني نتجت عن آراء مبشرة حقيقة على الوضع القريب. نجد هناك الملف الإيراني النووي والذي يتصدر المشاهد كافة، نجد هناك ملفات الإرهاب، نجد هناك الملف السوري، نجد هناك الملف الليبي. حقيقة هذا التشاور الدائم بين الهامتين في دول الخليج ما هو إلا التشاور في كيفية الحلول والنظر في رخاء الشعوب. المدخل الآخر اللي حبيت أأكد عليه، وجدنا أن التأكيد على الثوابت في قمة العلا، قمة أبو ظبي في الشهر الماضي التي طبعا يعني مثل ما ذكرتم في تقريركم، نعم، اتفاقات إبراهام كذلك يعني ألقت بظلالها يعني وأبرزت نتائج حقيقة تكاد تكون إيجابية. نعم أستاذ صلاح، برأيك كيف ستثمر هذه الزيارة التي يقوم بها سمو ولي عهد أبوظبي إلى البحرين في توسيع نطاق الرؤى وتوحيد المواقف تجاه عديد القضايا العربية الإقليمية والدولية؟ نعم، أنا في اعتقادي حقيقة أن يعني لا تكون هناك زيارة بهذا الشكل إلا وتحمل حلول وحقائب النجاح كما عهدناهم دائما. أنا أعتقد أن في هذه الفترة التي نعيشها الآن أبرز الملفات الدولية الساخنة هو الملف الاقتصادي الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية. نعم. والتي يسعى العالم أجمع إلى إيجاد حلول لإيقاف هذا الحرب، مما ستنتج عن آثار غير محمودة سواء على الأمن الغذائي سواء على الأمن المائي. نشهد اليوم ارتفاعات مخيفة في أسعار البترول، تذبذب العملات في كافة المناطق، نقص في المخزون الغذائي، وإن كان هناك استراتيجيات اتخذتها دول الخليج لحماية أمنها الغذائي ولكن هناك تهديد حقيقي. أنا في اعتقادي إن, أن, 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 أن هذه ستكون أبرز الملفات، ناهيك عن الملف اليمني الذي سيستمر طبعا بالتداول والتشاور في أي أجندة تطرح. الملف الإيراني طبعا سيكون حاضرا في هذه المناقشات. على عموم الأمر نحن نشاهد أن هذه القمم عادة ما تتصدرها أجندة الملفات الأمنية والملفات الإرهابية. نعم، دكة النجاح والحفاظ على استقرار وأمن وتطلعات دول مجلس التعاون تأتي الأولوية للشعوب كي تعيش بأمان، كي تعيش برخاء ونماء اقتصادي وثيق.
نعم، من أبوظبي كنت معنا السيد صلاح الجنيبي، مختص في العلاقات الدولية وشؤون مجلس التعاون، شكرا جزيلا لك.